النقطة التانية، واحنا بنتكلم عن النادي الأهلي النهاردة شهر نوفمبر، واحنا بنقول من الشهور اللي وش الساعد دايما على النادي الأهلي وعلى جمهوره، ودايما فيها احتفالات عظيمة واحتفالات تاريخية. واحنا النهاردة 29، منذ يومين كان ليلة 27 نوفمبر، وده من التواريخ أو من الأيام الحلوة، الأيام اللي تحمل دايما ذكريات جميلة عند جمهور النادي الأهلي، وهو نهائي القرن. نهائي القرن كما قيل من البعض، نهائي القرن، احنا دايما كنا بناخد مباريات افريقيا نهائي افريقيا، لكن البعض صورها نهائي القرن اللي توج فيه النادي الاهلي بالبطوله التاسعه، البطوله الغاليه، بطوله القاضيه ممكن، ودي من المباريات الحلوه جدا اللي دايما بيتذكرها جمهور النادي الاهلي. بالمناسبه احنا لما بنتكلم عن التاريخ او عن الماضي، احنا الحمد لله تاريخ النادي الاهلي كبير، لكن مستقبلنا كمان كبير. المستقبل بعد المباراة دي، الحمد لله حصلنا على بطولات، خدنا بطولة البطولة العاشرة في أفريقيا، خدنا 2 سوبر أفريقي، أخدنا بطولة كأس مصر، 2 برونزيه كأس العالم، ومنذ أيام قليلة خدنا السوبر المصري اللي كان في الإمارات. فالحمد لله احنا لما بنحتفل بذكرى أو بتاريخ أو مباراة تاريخية، ده ما يمنعش ان احنا الحمد لله مستقبل النادي الأهلي وحاضره دايما في تقدم وفي ازدهار وفي بطولات. البطولة دي بتحمل مشاعر جميلة عند كل جمهور النادي الأهلي، لكن هوري حضراتكم خاصة بقى عند جمهور النادي الأهلي العظيم السند ودايما داعم لنادي، فرحة جمهوره. هنشوف الفيديو ده من الفيديوهات الحلوة اللي دايما بيتذكرها جمهور النادي الأهلي. احساس حلو، احساس جميل، ان المشاعر دي مشاعر صادقه من جمهور النادي الاهلي البسيط، الجمهور اللي دايما بيدفع من جيبه علشان يشجع النادي الاهلي. فدي احتفالات جمهور النادي الاهلي البسيط، اوعى يجيلك قفشه. فدايما دايما متذكر بهدف محمد مجدي قفشه، من الاهداف الحلوه والاهداف اللي دايما هتعيش خاصه في مباريات نهائي افريقيا.